فضيحة لحوم فاسدة هزت الاقتصاد البرازيلي وضربت سمعة البلد الذي يعد أكبر مصدر للحوم الحمراء في العالم، إذ تم تعليق استيراد منتجاته في بعض الدول. ظهرت فضيحة اللحوم الفاسدة بعدما نفذت الشرطة الفيدرالية في البرازيل يوم 17 من مارس أذار 2017 مداهمات في عشرات مواقع الإنتاج بولايات برازيلية عديدة بعد تحقيق استمر عامين، واتهمت نحو 40 شركة بارتكاب أعمال غير قانونية مثل رشوة المفتشين الصحيين للموافقة على بيع وتصدير لحوم فاسدة، إضافة إلى وإضافة مواد كيميائية لإخفاء رداءة اللحوم. شملت لائحة الشركات المتهمة شركة جي بي اس أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، وشركة بي ار اف هي أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، التي تملك العلامتين التجاريتين ساديا وبيرديغاو. وأوقفت السلطات البرازيلية 33 مسؤولا حكوميا بسبب الفضيحة، التي تشير الاتهامات إلى أن وقائعها مستمرة منذ سنوات. هذا وتصدر البرازيل لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من 150 دولة. أكبر الدول المستوردة لهذه اللحوم هي السعودية، الصين، سنغافورة، اليابان، وروسيا، وهولندا، وإيطاليا. وتسببت فضيحة اللحوم الفاسدة بتداعيات خطيرة على الاقتصاد البرازيلي، حيث تم تعليق استيراد منتجات البرازيل في عدد كبير من دول العالم، منها دول عربية. نناقش أكثر هذا الموضوع. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور رشاد للحديث أكثر عن هذه التداعيات. رشاد عبدو، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مساء الخير. عن أي تداعيات اقتصادية لو يمكن أن نفندها على البرازيل تحديدا؟ بالنسبة للبرازيل طبعا خسر كثير وهتخسر كثير من هذا الموقف، لأنه التقارير المبدئية قالت أنها خسرت في حدود 40 مليون دولار. طبعا هذا رقم برضه ما يخضش قوي بالمقارنه، انما بلا جدال ده هيخلي دول كتير بتحترم شعوبها هتتحفظ ومش هتشتري من البرازيل تاني، اتقاء للشر وكسبا للشعبيه. واحنا شايفين اتجاه الشعبوي شكله ايه في العالم كله، فبلا جدال ده هيضرب لحد كبير الجزء من الاقتصاد. انما البرازيل عندها ميزه، قدرت تنوع مصادر الدخل، ما بقتش تعتمد على مصدر واحد، بقت بتعتمد على مصادر متنوعة، خاصة إن هذا القطاع جزء منه تأثر مش كله، لأنه النهاردة شفنا إن الصين رفعت الحظر اللي كان مفروض على سبيل المثال، والصين دولة مش قليلة بالنسبة للاستيراد وحجم الاستيراد من البرازيل، لأن تعدادها السكاني كبير جدا، ومن ثم فرصة إن تاخد كميات مهولة بالمقارنة بأي دولة أخرى من دول العالم. علشان كده بقول ان الازمه هتعدي، وكويس قوي ان اللي مسك المساله ديت واللي قضى عليها هو الجانب البرازيلي، ما كانش حد من بره، ما كانش زي الواقعه بتاعت شركه سيارات الشهيره الالمانيه لما امريكا هي اللي حطت القيود، هنا دوله اخرى اللي تدخلت، انما دي السلطات المحليه هي اللي اكتشفت هذا الفساد وهي اللي بتصوب هذا المسار وبتشرف على هذا المسار، عشان كده اثاره مش هتكون كبيره قوي، انما بلا جدال برضه 40 مليون بشكل مبدئي بلا جدال خسائر تؤثر كثيرا برضه. طيب، محاولة تصحيح هذا الموضوع ستكلف اقتصاديا، وعن أي رقم تقريبا نتحدث هنا؟ زي ما قلنا الدراسة المبدئية قالت 40 مليون، إنما أنا بتصور الرقم ده هيتضاعف كثيرا، إنما لغاية 60 مليون و300 مليون 40 نعم خسرت 40 مليون بعد هذه الفضيحة مباشرة، مجرد الاعلان ده خسر هذا القطاع 40 مليون، انما انا بتصور انه يوصل 200 300 مليون، انما لما اقول لغايه نص مليار بالنسبه لدوله كبيره واقتصاديات دوله كبيره زي البرازيل مش الرقم المؤثر قوي، خاصه اذا استطاعوا ان هم يحسنوا صورتهم بشكل مباشر وينقلوا للناس شكل مختلف، يعني لما يقيس دي على سبيل المثال مثلا بالفساد اللي تم في كوريا ورئيس اكبر شركه في كوريا بيتحط في السجن، دي مساله طبعا تؤثر على الشركه وتاثر على اقتصادات الدوله، ومع ذلك ان السلطات المحليه هي اللي بتكتشف ده بتقول انا لقيت ان في اوجه الفساد بتصدى لاوجه الفساد، انا عايزه اسير بشكل محترم يرضي السلطات. صحيح، وعلى السمعه ايضا تؤثر. طيب جزء كبير من القرار الاقتصادي. نعم دكتور رشاد، اعتماد الدوله على هذا القطاع كم هو اذا ما تحدثنا عن جعبه الدوله اقتصاديا؟
هو طبعا قطاع مؤثر ولكنه ليس اساسيا بالمقارنه. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا في البدايه، البرازيل استطاعت انها تنوع مصادر الدخل بين قطاعات البترول، النفط والغاز والصناعات وكل الكلام ده كله. لذلك النهارده البرازيل هي تاسع اكبر اقتصاد على مستوى العالم، ومن ثم مش ال 300 400 مليون اللي هيأثروا فيها بهذا الشكل، خاصه ان هي دخلت المبادره بالتصويب، وده يفسد ناس كتير ويريح كتير ناس كتير على مستوى العالم، بدليل ان دوله مهمه ومهمه قوي زي الصين رفعت الحظر عن استيراد اللحوم والدجاج من البرازيل. انا اشكرك جزيلا من القاهره دكتور رشاد عبدو، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه.